مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في تفاصيل النزال الرئيسي ليوم غد. نزال قمة الوزن الخفيف لاستحقاق حزام الأسطورة حبيب نورماكوميدوف وخلافته على ريادة الفئة بين تشارلز أوليفيرا ومايكل تشاندلر. فمنذ آخر قمة جمعت النصر الداغستاني بغريمه جاستن جيجي والتي انتهت بإخضاعه للأمريكي في الجولة الثانية وقرار اعتزال حبيب القتال بعدها نزولا عند رغبة والدته، بدأت عين المقاتلين تصوب جل تركيزها وتعيد تصحيح مسارها نحو الحصول على لقب الفئة والتتويج بحزام النصر حبيب، إلا أن الأمور لم تتضح فعليا إلا بعد مواجهة كونور ضد بواريه وتشاندلر ضد هوكر في دورة UFC 157 التي جرت أحداثها في 24 من يناير المنصرم. واري أجاز على كونور في الجولة الثانية بالضربة الفنية القاضية، أما كاندلر فالجولة الأولى كانت كافية لإرسال خصمه لكوكب آخر. النتائج التي أفرز عنها هذين النزالين سيشكلان خارطة الطريق التي ستقودنا إلى قمة 16 من ماي. كونور وبواري التقيا مرتين وفاز كل واحد منهما بنزال وتوصل إلى تسوية بضرورة إقامة نزال ثالث لحسم صراعهما بشكل نهائي، وتلقيا مباركة إدارة UFC ليقرر رسميا تاريخ 11 من يوليوز المقبل موعدا لنزال الحسم بين المتنافسين. الإعلان الرسمي للثلاثية بين كونر وبواريه ستخرجهما من دائرة المنافسة بعد 9 من ماي، وهو التاريخ الذي سيعلن فيه الرئيس دانا وايت وبشكل رسمي تجريد الأسطورة حبيب من لقبه حسب القوانين الجاري بها العمل في منظمة UFC ليعلن عن حزام فئة الوزن الخفيف شاغرا، ويتم ترشيح نزال تشارلز أوليفيرا ضد مايكل تشاندلر كنزال رئيسي على اللقب. البرازيلي أوليفيرا صاحب أطول سلسلة انتصارات برصيد 8 انتصارات متتالية منذ يونيو 2018، كان آخرهم الانتصار الصريح على توني فيرغسون في دجنبر 2020. مايكل تشاندلر الأمريكي بأداء خرافي ضد هوكر في أول ظهور في UFC بعد 22 انتصارا في منظمة بيلاتور. الطبع الخاص لهذه المواجهة على لقب الفئة بين المتحديين أعطت للمؤتمر الصحفي جوا من التنافسية الشرسة، وعبر كل واحد عن خطته التكتيكية لحصد لقب الفئة ثم ترص وجها لوجه. البرازيلي المخادع يزيل نظارته الشمسية ليبصر عميقا في أعين تشاندلر، فتخطي الحاجز النفسي قبل المباراة أهم عقبة قد يخطوها أي مقاتل قبل ولوجه أرض النزال. البرازيلي أوليفيرا والأمريكي تشاندلر أمام فرصة العمر لمعانقة لقب الوزن الخفيف وريادة الفئة، وأنتم أعزائنا المشاهدين من تتوقعون فوزه غدا بحزام الأسطورة حبيب نورماكوميدوف؟ شاركونا بتعليق مكتوب. شكرا لكم.